فيعني اولا باش نحطك في السياق، فبالاضافه للبلاغ فكانت مراسله العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه خصوص ما وقع، مراسله للمديريه ديال التحكيم، مراسله ايضا لجنه التاديب والروح الرياضيه على خلفيه الاعتداء اللي تعرضوا ليه لاعبي الجيش الملكي والرشق ديالهم المبالغ فيه بالقنينات، وايضا مراسله الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه على اعتبار يعني الخروقات الكبيره اللي كتشهدها عمليه اعاده لقطات، كاين لقطات كيتعاودوا كاين لقطات ما كيتعاودوش، كاين لقطات كنحكروا عليهم، لقطات ديال الانديه اخرى ما كنسوقوش لهم. فلا يعقل البطولة على قد مشات لنا الموسم الماضي بسبب التحكيم، لا يعقل استمرار الأخطاء التحكيمية بداية الموسم الجاري، وما وقع في مباراة أمس يعني بكل أمانة يسيء للمشهد الرياضي الوطني الذي نسعى إلى تسويقه، خصوصا أن كاين متابعة إعلامية مع قرب تنظيم كأس إفريقيا كأس العالم، كاين قنوات وصحفيين وإعلاميين من دول عربية من مصر من تونس، فيعني دائما ولاو كيهضروا على الأخطاء التحكيمية. فالتحكيم بكل صراحة هو مشابه تماما إن لم نقل نسخة طبق الأصل لما نراه يعني في دوريات الأحياء وما تعاني الأندية الوطنية في الأدغال الإفريقية. ماشي حتى للدرجة سي محمد، كان عندنا حكام كاين مباريات اللي ما كانش فيها مشكل. تعزيز نكمل الكارثة أنها كتصدر من حكام مع كامل الأسف عندهم الشارة الدولية، فمن كتكون أخطاء اللي هي جسيمة وأخطاء كارثية ومؤثرة فكنظن بأنه كاين الفار، الفار دار باش يعاون، إلا ما كانش غيعاون هذا الفار أكوا سير. فكتشوف إجماع لأن واحد القرار هو خاطئ، ولكن في المقابل أنه كيتم الإقرار بأنه راه كاين واحد الخطأ. توالي الأخطاء التحكيمية والتكرار ديالها هو دائما يصب في مصلحة نفس الفريق، نفس الفريق هو المستفيد. شكون هو؟ كتكون أخطاء. شكون الفريق اللي مستفيد؟ كنظن بأنه شرح الواضحات من المفضيحات. لا لا باش نعرفوا شكون في التهامة. لا حيت لا صعيب، أنا حنا كنتهموا دابا بأن الفريق كيستافد بأن جميع الحكام تيخدموا لمصلحة واحد الفريق، إلا دار غلط مواجهة ما تيعنيش بأن الحكام تيخدموا أو المديرية تخدم مصلحة ديال الفريق. ما عزيز كنظن بأنه القراءة ما بين السطور ولا القراءة العبارات اللي هي واضحة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد. قلت بأنه استمرار الأخطاء التحكيمية على غرار الموسم الماضي، وقلت أيضا بأنه لا يعقل البطولة على قدام شات لنا بالأخطاء التحكيمية خلال الموسم الماضي، يعني كنهضروا على تراكمات، ماشي واحد الخطأ وتيمر، وماشي واحد الخطأ اللي ممكن نستافدوا منه حنا، ممكن يستافد منه المنافس، ممكن يستافدوا منه منافسين آخرين. دونك راه كنهضر لك على حصيلة الموسم الماضي، وكنهضر لك على حصيلة ديال هاد الدورات الأولى. الدورة الأولى وكلنا هنا أجمعنا على أن ضد فريق اتحاد طنجة وحتى المديرية بأن كان بينالتي للجيش الملكي وكان يستحق لاعب طرد، ولكن هاد المباراة ما كان فيها ما كانش فيها الفريق آخر، كان فيها اتحاد طنجة. عزيز انت ذكرتي الحالة ديال مباراة اتحاد طنجة، وقبلها كانوا مباراة حالات ديال مباريات أخرى الموسم الماضي، مباراة ديال المغرب الفاسي، مباراة ديال حسنية أكادير، مباراة أولمبيك أسبي، العديد من المباريات. ماذا نستفيد مجددا من اجتماع المديرية خلال تقييمها الأسبوعي والاعتراف بوجود أخطاء كما وقع الموسم الماضي؟ كاين ماتش أخطاء تحكيمية، استمرار نزيف النقاط، كي التقييم الأسبوعي فعلا فريق الجيش الملكي حرم من ضربة الجزاء، فعلا ضربة الجزاء المعلن عنها ضد الجيش الملكي غير موجودة. النادي ماذا استفاد من الاعتراف الأسبوعي اللي هو أيضا عادة باش نعترفوا بأنه كاين أخطاء تحكيمية؟ فللأسف راه قلت لك دائما السيناريو تكرر، الأخطاء التحكيمية باش نوضعوها حتى في الإطار ديالها ونهضروا على التداعيات ديالها، طالما أننا كنهدفوا إلى تجويد وتخليق الممارسة الرياضية، فبكل أمانة هي كتولد الاحتقان الجماهيري ورافد أساسي يرفع منسوب الاستياء والانتحار. فالمشجع ملي كيشوف هذاك الظلم وملي كيشوف هذيك الأخطاء الكارثية اللي كتبقى تعاود فكيطرح أكثر من علامة استفهام. أنا غنكون معك صريح وعندي مجموعة ديال التساؤلات. السؤال الأول موجه السيد بالقشور رئيس العصبة الاحترافية، بغينا نعرفوا شنو الموقف ديالك مما يقع، واش انت راضي عما يقع من ظلم تحكيمي في حق الأندية؟ وإن كان تنقولوا بأن المديرية عندها استقلالية على العصبة. أنا نكمل لك عزيز المديرية عندها استقلالية، ولكن ما نساوش راه العصبة الاحترافية وعلى رأسها السيد عبد السلام بالقشور راه هو المشرف على منافسات البطولة الاحترافية. واش التحكيم الأمانة يحتاج لعمل كبير؟ لأن الحكام كما كنعرفوهم بمثابة قضاة داخل الملاعب، والدور ديالهم الأساسي كيرتكز على الحكم بالعدل والإنصاف. سؤال أيضا موجه للجنة المركزية للتحكيم،
واش اللجنه راضيه على ما يقع؟ وسؤال موجه للحكام، واش كينعسوا بضمير مرتاح ملي كيعاودوا يشوفوا الاعادات؟ ومن الجميع، وايضا ما كنهضرش على جماهير الجيش الملكي ومكونات الجيش الملكي، فجميع الجماهير المغربيه كتقر بان النادي تعرض لاخطاء تحكيميه مؤثره. فبغيت نعرف شنو هي لا رياكسيون ديال الحكام من بعد ما كيشوفوا. ايضا عندي تساؤل حول تعيين احمد ادردو مراقب الفار اللي من مدينه اكادير لجميع مباريات الرجاء الرياضي ضد النهضه البركانيه، ضد الفتح الرباطي، وايضا مباراه امس ضد الجيش الملكي. فهاد التعيين واش هاد المراقب عنده واحد التراجي محدد اكادير كازا مباريات معينه؟ اللي كنعرف حسب المعرفه ديالي المتواضعه وانه التعيين تيكون بشكل اسبوعي، ولكن الا شفنا الحاله ديال مراقب الفار احمد ارضو فكنظن الى حدود اللحظه فراه هو واش كاين شي حاجه كتمنع ان حكم يتواجد في الفار جوج مرات ولا ثلاثه؟ نفس الفريق نفس الملعب، راه شفناها مع فريق الجيش الملكي قزاز تواجد جوج المباريات متابعه في الفار. زعما واش كاين شي حاجه كتمنع هذا الشيء في القانون ان حكم يتواجد في الفار جوج مرات وثلاثه؟ سي محمد ما كنظنش. ويعطينا التعيين ديال الحكم اللي غيكون في الفار لهذا الفريق الموسم كامل ويحدوا كل فريق المراقب ديال الفار. ايضا كاين مؤاخذات حتى الشركه الوطنيه لاذاعه التلفازه، فلا يعقل هذوك اللقطات، كاين لقطات كيتعاودوا، لقطات يتم المرور عليها مرور الكرام. فيعني تساؤلات عريضه، حنا كنطالبوا فتح تحقيق. حتى هما راسلتوهم؟ حتى هما درتو لهم احتجاج؟ كانوا اربعه ديال المراسلات، مراسله العصبة الوطنيه لكره القدم، مراسله لمديريه التحكيم، مراسله للجنه التاديب والروح الرياضيه على خلفيه ما تعرض له لاعب الجيش الملكي، ومراسله ايضا للشركه الوطنيه لاذاعه التلفازه بخصوص المعايير ديال الاعاده، وعلاش المباريات والفرق كتكون الاعاده وكيكون التحكير والتدقيق في ادق التفاصيل في الوقت اللي لقطات ديال انديه اخرى ولقطات مؤثره. شفنا التدخل العنيف في وجه العربي الناجي، شفنا بزاف ديال الحوايج. حنا كنطالبوا فتح تحقيق حول ملابسات ما وقع خلال راه حتى جمهور الدراجه تيهضر على اللقطه ديال العربي الناجي مع زريده، يعني كاين لقطات هنا وهنا، ستينا البينالتي فكاين لقطات هنا وهنا. غير هو واش رفقتوا المراسلات ديالكم بلقطات يعني قرص مدمج او فقط المراسله؟ فمن طبيعه الحال حينما يتعلق الامر بمديريه التحكيم فمن الضروري كيكون من بين المرفقات قرص مدمج، وايضا يعني صياغه اهم القرار التحكيميه اللي ما كانتش صائبه. فقلت كاين المطالبه بفتح التحقيق حول ملابسه ما وقع خلال مباراه يوم امس. فما الفائده من التعاقد مع مدرب مع لاعبين تحضير يوميا طيله اسبوع اذا كانت الصافره غتغتال طموحات؟ فالصافره والحكم الدور ديالو الاساسي هو قياده المباراه والعبور بها الى بر الامان وانصاف جميع الفرق بغض النظر على الهويه ديالها، لانك كترتدي واحد القميص اللي هو مغاير تماما للقميصين اللي كيرتديهم الفريقين معا، بالتالي فانت مطالب بالانصاف. فكنظن بانه دابا ولينا كنهضروا على اخطاء بديهيه، اي متسلسل عادي. كنظن حتى في المداخلات ديالكم ومشكورين الناس في بلاطو التحليل، فراه يعني كاين انتماءات عديده، كاين يعني ناس كل واحد لعب فتره معينه، كل واحد يعني كاين اختلاف من زوايا المعالجه والمقاربه، ولكن القاسم المشترك هو الاقرار والاجماع على انه لا وجود لضربه جزاء. لا السوادي كيختلف معك. وشحال واحد كيتفق بانه ما كاينش ضربه جزاء؟ اه وي بيان سور كاينه، انا بالنسبه لي كاينه. الاختلاف لا يفسد الود القضيه ياك، ولكن راه ما يمكنش غناخذوا على 1% ولا 2 ولا 5 ولا 10 ونخليو 90%، بالاضافه اللي قلت لك فالملاحظات. لا احنا قرينا الميساج ديال المسؤول من الجهاز الوصي اللي اكد في الميساج اللي توصلت بنا شخصيا وقريته بانه ما كاينش بينالتي في اللقطه، وان غدا غيكون هذيك الخرجه الاعلاميه اللقاء الاعلامي. عزيز هذه الخرجه الاعلاميه شنو الهدف منها؟ هو الاقرار بان فريق تظلم او لا تخاد تدابير؟ لا كتخاد قرارات في حق الحكام. ثاني نكمل لك، تدابير تجريه حق الحكام اللي تبث انهم قاموا باخطاء بدائيه ومؤثره. فاللاعب داخل رقعه الميدان ملي كيدير واحد الطاكل ولا تدخل ولا تصرف لا رياضي فكتتم المعاقبه ديالو، اما بطاقه صفراء او لا بطاقه حمراء او لا كيكون تقرير اللي ممكن يتوقف اربع اسابيع او لا 6 شهور او لا عام او لا مدى الحياه. بغينا نعرفوا الحكام. لا انا شخصيا سي محمد كنت حاضر في لقاء اعلامي داروا سي رضوان جيد في البدايه ديال الموسم
وكأكد هذه القضية، قالوا تيكونوا قرارات كيكونوا توقيفات، ولكن راه صعيب غير ما كيعلنوهاش، لأن الحاكم إلا خرج أنه توقف غيطلع الشخصية من بعد. قال لك شحال من حكم توقفوا حكم كان جاي قال لك في المستوى العالي. حتى اللعابة ما بقاوش نعلنوا على التوقيف ديالهم، حتى اللعابة راه كيتأثر. لا حيت ماشي نفس الشكل. شوف غير هو ملي يكون حكم وي كتشوف الماتش بأنه كان سيء ما كانش في المستوى دار اخطاء راه كيتخاد في حقه عقوبات. لا كتخاد عزيز كنهضروا على طاقم التحكيم وكنهضروا على حكم عنده الشاره الدوليه. فلا يعقل ان حكم عنده الشاره الدوليه كاينه الاستعانه بتقنيه الفار وكتصفر اشياء غير موجوده تماما. راه معضله باش نسميو الاشياء مسمياتها ونحطوا النقط على الحروف الا كانت عندنا بصح غيره باش نرفعوا ونجودوا ونخلقوا مستوى الممارسه الرياضيه، لان البطوله الوطنيه عندها واحد المرتبه مهمه على المستوى الافريقي. كاينه اشاده بالمجهودات كبيره اللي كدار في افق انها تكون ما بين احسن البطولات على المستوى القاري وتكون قريبه ايضا للبطولات على المستوى العالمي، ولكن خاصنا ناكدوا ونهضروا بكل امانه بكل شفافيه بكل وضوح بكل جرأه على ان واش التحكيم يحتاج الكثير والكثير من الجهد. وكنظن هذا الشيء علاش لا فيدراسيون دارت تغييرات في الاداره ديال المديريه واللجنه المركزيه من اجل انه وقع تغيير من اجل انه ضخ دماء جديده في الـ في الـ يعني في, الـ في الـ الحكام اللي كاينين في المديريه وفي اللجنه المركزيه. سي محمد الرحلي داك الشيء لا بغيت عندي واحد يعني في التفاعل مع السي اللي قال السي الشرع وكنعرفوا بان هو تكوينه الصحفي ربما يختلف في المهمه عن الناطق الرسمي. والناطق الرسمي واجب تحفظ مفروض انه يتحدث باسم فريق يمثل مؤسسه وطنيه كبرى، وبالتالي ليفهم من السياق الحديث ديالو بان هناك دعم لفريق معين. هذا صعب جدا ناخذ هذا الموقف، لان قلت بان السي الشرع ما كيهضرش بصفته الصحفيه، كيهضر بانه ناطق رسمي. معنا ديز معنا كناطق رسمي، وناطق رسمي كتخليك انك تحفظ نوعا ما، لان لا يعقل بان تقول بان مؤسسه فريق الجيش الملكي انها كتقر بان هناك دعم لفريق واحد في البطوله الوطنيه، والا غادي ندخلوا في واحد المتاهات اللي صعب جدا ان نتقبلوها. وي السي الشرع كنهضر بصفتي كممثل نادي، فملي كنقول بانه الموسم الماضي ضاعت لينا بطوله على قدها بسبب اخطاء تحكيميه، وقلت بانه دائما نفس المستفيد هو نفس الفريق، فاتحمل مسؤوليتي الكامله، بالتالي فلا داعي للاجتهاد باش تحطني انا صيفه او لا توجهني شنو الحوايج اللي مسموح لي انني نقولها او لا ما نقولهاش، لانني انسان مسؤول واعي جيدا سواء كصحفي او لا كمسؤول ما اقول واتحمل. لكن اختلاف بينك تمارس مهنتك الصحفي وكناطق رسمي. لا انا ماشي كنوجهك، انا كندير ملاحظه وكنتفاعل معك. كمل كتير روحي. نعم اخويا. كنظن بان انت كزميل صحفي ومع كامل الاحترام احنا من بين الناس الاوائل اللي خصنا ندعيو الحريه ديال التعبير، اكيد انها تكون مشروطه بالمسؤوليه بالاحترام، ولم يثبت يوما انني قلت الاحترام على نادي الرجاء البيضاوي على جمهوره. يمكن كنناقشوا الامور من ناحيه تدبيريه، من ناحيه سيريه، من ناحيه ديال مجموعه الامور. انا جبتيني، فيمكن تعطيني السر روحي التفسير، انت كونك كصحفي محايد وبغيت الراي ديالك طالما انك جيتي. نعم فاش؟ شنو الموقف ديالك من استمرار الناطق الرسمي السابق ابراهيمي لممارسه الانشطه ديالو رغم انه كان موقف؟ ابراهيمي الان ما كاينش في المكتب الجديد ديال فريق الرجاء الرياضي. شوف دابا ما كانش على المكتب الجديد، كان موقف. سي محمد نعطيك حالات اخرى، نعطيك حالات اخرى وكنطاقتها في حينها انه السي البيضي كان موقف وكيمارس النشاط ديالو. دابا انا عطيتك هذه الحاله. لا الا اقتصرنا على حاله وحده باننا كنتهموا جهه. السي المنفلوطي كان موقف وكيمارس التسيير على مستوى الاتحاد البيضاوي. يعني انا متفق معك. اذا هذا اعتراف ضمني من عندك بانه التوقيف هو على الورق فقط. طبعا لان علاش هو ما كيوقعش الراي ديالك كصحفي وشنو هي الرساله؟ لا لان شوف احمد انا شفت بزاف المرات احترام القرارات
سواء متفق معك لان التصريف ديال هذه القرارات الاحترافيه او لا على لجنه التاديب لان حتى القرارات ودابا وضعتي سؤال اسمه محمد للروحي وما خليتيهش يجاوبك هو يجاوبك لا لا شوف ملاحظات كاينه وانتقدناها مرارا وتكرارا لانه علاش من الجانب القانوني ما كيوقعش ما كيمثلش النادي في مجموعة الاجتماعات ولكن في الخفاء يمارس مهامه هادشي في التيران ديال الخدمه ما كايناش الرسميه ما كيدخلش في ماتش ما كيدخلش بزاف ديال الحوايج كيبان لك انا خديت بي وتفق معك اتفق معك اسي محمد اتفق محمد نعم اخويا محمد نعم اخويا ملي كتحضر في البلاطو كناطق رسمي راه انت توقفتي من ممارسه العمل ديالك اللي هو كناطق رسمي وتتحدث باسم الفريق ملي كتنزل ارضيه الملعب راك ناطق رسمي راك موقف كشخص عن ممارسة جميع الأنشطة الرياضية. هذا واحد القضية مزيان. سطر لي مزيان على ممارسة شوف. جميع غير الأنشطة غير الرياضية. اللي بغاش نكونوا حنا كنهضروا بحال كنستهدفوا نادي واحد. أخطاء كاينة. بزاف ديال الفرق يستافدوا من الأخطاء. كلشي يستافد من الأخطاء. كلشي يستافد من الأخطاء. كلشي يتعرض للأخطاء. الملكي لا يستفيد من الأخطاء التحكيمية. كون كانت أن هذا الفريق كيستافد ومره كيستافد هذا والأخطاء كيستافد حتى حنا بغينا نجيو نبقاو نسمعوا بأن ركلة الجزاء اللي تمنحات الجيش واش بغيتي تستافد من الاخطاء؟ شوف 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 راه شوف شوف غادي يكون شي واحد خارج التاريخ اللي ما تعلناش ضد الجيش خارج شوف 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 غادي يكون شي واحد خارج التاريخ ان شي واحد يكون استهدف فريق الجيش الملكي فريق تاريخي مرجعي قمه من القمم اللي كاينه على المستوى ماشي غير المغربي العربي والافريقي وحتى الدولي كما لا نظن انه شي تحكيم منظومه التحكيم كتخدم مصلحه الفريق فريق واحد هذا هو اللي بغينا كاين اخطاء اجماع لانه كاين اخطاء في التحكيم سي محمد ولكن لا زعما متاكدين انه ما كاينش زعما خدمه فريق واحد هذه عندي سؤال عندي سؤال الا سمحتوا لي مادام انكم كتجاوبوا بالطريقه فبغيت تفسير وبغيت اجابه واضحه ومباشره وصريحه شنو انت موقفك من استمرار الاخطاء التحكيميه ومن ان تضيع لك بطوله الموسم الماضي بسبب اخطاء تحكيميه اللي ما استفدتيش منها نهائيا انت شنو طبيعه الاحساس اللي غيكون عندك؟ دابا السؤال مزال قبله ولا نروح لا انا اللي كنسول لا لا هو غيكون لا صفر عنده الهاي كل الاحباط صافي عادي جدا ولكن لا 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 بغيت غير نعرف انايا العلاقه السببيه العلاقه السببيه في في, في كون ان الجيش الملكي السنه الفارطه كنتكلم على السنه الفارطه لان تصنت ما فيه الكفايه بان تعرض للاخطاء التحكيميه ما علاقه الرجاء بسميتو بان استفد فين استفد علما ان جينا الباركور ديال الجيش العام اللي فات نورمالمون كان 4 بوان 5 بوان باش فايت الرجاء نورمالمون الا مشاو في نفس النسق غيديو الشامبيونه ونقطه اخرى انا اللي في البلاغ هي قضيه ديال يعني التشكيك في النزاهه راه يعني كلمه كبيره بزاف لان كنظن هنا الا كان تشكيك في النزاهه اذا كان كنقول ديك لا بوليتيك دو كومبلو وهنايا راه يعني خاص ما يثبت تشكيك في النزاهه ديال يعني نشوف غير العباره اللي كتاكد النقطه اللي كتكلم عن النزاهه قال لك لا وبالتالي المس بمبادئ العداله والنزاهه الرياضيه اذا هذا الاربيت هذا ما كانش نزيه كانت ستؤثر مباشره على نتيجه المباراه اذا انا الاربيت ما كانش نزيه دون سوكا كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك انا هذا اللي فهمت انا نشرح لك انا نتعمق معك ديال لغويا كاين فرق ما بين التشكيك وما بين المس المس هو انك تسيء وكاين فرق بين انك تسيء عن قصد او عن غير قصد او انك تشكك إذا نحن لا نشكك ما مستحضرين السوء نية ولكن قلنا ما يقع يسيء بقيتي ولا كرهتي يسيء إلى المشهد الكروي طبعا الحال ما كاينش نقاش في هذا ما كاينش لا ولكن غير في المداخلة ديالك تكلمت على السنة الفريطة بأن فريق الرجاء يعني استافد يعني دون سوكا إلا إيتي أفونتاجي أنا هادشي اللي فهمت لأنه كانوا جوج الأطراف اللي هي متنافسة على اللقب كان فريق كيتعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة في المقابل فريق ما كيتعرضش لاخطاء تحكيميه مؤثره ما كيتعرضش دون سوكا لا واش ما كيتعرضش لاخطاء هذا هو الاشكال ما نوقفوش عند ويل للمصلين نكمل لك الجمله ديالي ما كيتعرضش لاخطاء تحكيميه ولكن يستفيد من اخطاء تحكيميه ويمكن نرجعوا لعدد ضربات الجزاء نرجعوا لهذا ندير واحد القراءه طالما اننا بغي يقول بان الاخطاء تثبت مصلحه الرجاء انها راه ما كاينش فولير اونتر ليلي لا لا شوف راه ملي كتقول بان تستافد من ضربه جزاء دون سوكا لا شوف هو التدخل في النقاش في نقطه واحده يمكن كانت اخطاء
ممكن الرجاء استفد من حالات اللي ما كانش مستحقه، ولكن لا يمكن ان نقر بان كان توجه من اجل خدمه مصلحه فريق الرجاء. هذا ولا صافي، هذا ولا تحيه لك سي محمد شراه. سي محمد لا لا شوف شوف غير باش ما غيشدنيش شي واحد داكشي اللي قلت، حيت انا الامور كنعرف شنو كنقول. قلت لك لا يعقل بطوله على قدام شات لينا الموسم الماضي بسبب التحكيم، ولا يعقل استمرار الاخطاء التحكيميه واستفاده فريق. استفاده فريق راه ملي كتصفر ليه، ما كنقولش لك راه هو اللي دار شي حاجه، ولكن راه ملي كتصفر ليه واحد الخطا غير مستحق ولا ضربه جزاء غير مستحقه، هذا راه اعتراف ضمني واقرار بانه استفاد من واحد الحاجه اللي غير مستحقه. كانت ضربه جزاء او لا صالح الفريق المنافس وما كتصفرش، هذا ايضا اعتراف واقرار ضمني بانه استفاد بطريقه غير مباشره. فاننا ما نلعبوش دور الدفاع اكثر ما اننا لا لا حنا كنلعبو تحت الخط. حنا كما سي شرع حنا دافعنا على الجيش قبل ما تدافع عليها انت، حنا دافعنا عليها مرارا وتكرارا وافتخرنا بها. حنا موقع يعني ما عندناش مسؤوليه، كنقوم بالواجب ديالنا، واللي كتبان لنا شي حاجه اللي معقوله وفق التصور ديالنا والجيش اللي تعرضت ترى اول واحد غيدافع عليه هو حنا، هادشي عادي ما عندناش مشكل. نقولوا هنايا هذا الفريق راه تعرض لطبيعة الحل. لا لا هو العمد وبين هناك النيه مبيته، هذا هو ما نقدروش نحكموا عليها، ما نقدروش نحكموا هذا كاينه. وفغم كل رجاء استفدت من بعض الحالات، ولكن ماشي داكشي. تحيه لك سي محمد الشراع، شكرا جزيلا.